انا هعمل دلوقتي شويه حواوشي. حلو الكلام. الحواوشي ما يديروا على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. لحمه مفرومه كندوز او ضاني، بس انا هعمله ضاني، بس هعمله بخلطه المغازي. حلو، لحم مفروم ضاني او كندوز، انا هعمله ضاني عشان ما حدش يقول لك لازم ضاني يعني. حلو، ومعانا عيش، ومعانا البهارات بقى اللي قلبك بيحبها. البهارات دي بقى ممكن تكون ايه، فلفل حار، بصل، ثوم، زي ما انت عايزه. حلو، يلا كده ولع. هعمل تركايه كده، هتدعوا لي يعني. هنجيب طاسه صغيره، انا عارف ان الرجاله اللي بتتابع الحلقه دلوقتي اشطر مني. في ايه بقى يا شيف؟ يخش المطبخ يقول لك يا مدام انا هعمل النهارده رغيف حواوشي. فالست الطيبه بتوسع له السكه. فانا دلوقتي تعالوا نعمل مع بعض رغيف حواوشي. طاسه على النار. في حاجه بتضايقني قوي في رغيف الحواوشي بصراحه، هقول لكم عليها كده يعني. البصلايه لما تكون نيه جوه حته اللحمه، بحس ان انا باكل بصل ني مصنن له ريحه كده، وخاصه لما يكون الرغيف الحواوشي اتعمل بقاله وقت كبير، وبعد ما اتعمل يا عم الشيف اتركن في قلب الفريزر ولا اتركن في اي مكان، بيزعلني الموضوع. حلو، اه والله انا باخد بس النار الشديده دي كده، معلش كده، ونخلي دي هنا نولع عليها كده. وهعمل تركايه دلوقتي، دي مش هتلاقيها غير عند الشيف المغازي. ايه هي التركايه يا مغازي؟ هعمل خلطه كده للرغيف الحواوشي. حلو الكلام، اه معلقه السمنه كده تسيح زي الفل. معانا من المستكه صف فصين، كفايه. هخليكي تاكل رغيف حواوشي ما اكلتوش في اي مكان. ونحط البصلايه الحلوه بتاعت الرغيف الحواوشي ده، ونحط الفص التوم. مش هستنى التوم لما يتحمر، عشان التوم لو اتحمر هيمرر لي الايه، رغيف الحواوشي بالشكل ده كده. اه شفت الجو ده كده، اه حلو قوي. ومعانا شويه كاري صغيرين كده، حلو قوي. ومعلقه معجون طماطم. التسبيكه دي مهمه جدا اهو، شفت التحميره دي كده. رغيف حواوشي بقى متخدم. احنا ورانا حاجه، قاعدين في العيد في البيت، دخل جوزك، دخل ابنك الكبير ربنا يخليه لك، دخلت بنوتك الحلوه، وعايزه تعمل رغيف حواوشي غير اللي بتاكله بره في السوق. تعمله بنفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها دي كده. معلقه سكر صغيره. حاضر، بيقول لي البطاطس اللي في الفرن، ادي رشه السكر. نبص عليها كده، اللهم صل على النبي. لسه شويه، بصوا عليها معايا ولا انا لوحدي؟ يلا يلا العب يا سمك. هلا هلا، هو ده. بصه، صينيه بطاطس بالبشاميل واللحمه بتتكلم مصر. حلو، هناخد الخلطه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. الخلطه دي بقى هي السر. معانا المفروم بتاعنا سواء ضاني او كندوز. البهارات ايه يا عم الشيف بقى؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. شويه زعتر حلوين، عايزاه سبايسي، بتكتري من الشطه دي، مش شطه دي، بابريكا، شويه كركم صغيرين، كل دول في الخلطه بتاعتي. فلفل اسود بحبه مع الحواوشي كتير كده. الملح بتاعنا الف هنا وشفا، نقلب دول كلهم مع بعض. هم بدل الموضوع. عكس بقى ما بيتعمل يتفرم كله مع بعضه زي الكفته، لا انا عايز الجو ده. جربي الطريقه دي وشوفي لي، قولي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعض فين؟ معانا الصفحه الرسميه للقناه الاولى، وصفحه اكله امي، وانتوا بتتصلوا بيا. والله يا شيف انت عملت حاجه جريمه، عملت حاجه صح، عملت حاجه غلط، قولوا لي. وانا بقبل دايما راي الاخرين يعني. خلي بالك الخلطه دي حلوه قوي. بجيب صينيه بقى، اللهم صل على النبي، واحط فيها الخلطه دي يا عم الشيف. يعني حلو الخلطه دي بقى، واحط عليها اللحم المفروم. والله عايزه تعمليه كندوز، اهلا وسهلا. عايزه تعمليه ضاني، اهلا وسهلا. فانا معايا كندوز اهوت، ومعايا ضاني. هاخد شويه من هنا وشويه من هنا عشان ما حدش يزعل. اهو الليمون ده مش عايزه، ومعايا حته ضاني حلوه اهو، لان احنا في العيد بيبقى عندنا ده وده، ده الطبيعي. ناخد الخلطه دي يا عم الشيف. يلا يا شباب، صباح الفل، فرسان التلفزيون مصر. وناخد الحلاوه دي كده، الحلاوه دي كده اهو، على حته اللحمه بتاعتي. دي والله فكره جديده يا عم الشيف. هو ده الفكره هنا بقى في ايه؟ عينيا. الفكره دي في ايه بقى هنا؟ ان انا ما بحبش البصلايه نيه في قلب الرغيف الحوش، انا مش بحبها. دولت بقى ما ينفعش، ده لازم اعجنهم بايدي.
لازم بايدي. حلو. فيها الملح، فيها التوابل، فيها سخنه تستاهل. ونجيب بقى الرغيف العيش الحلو الكبير الصغير زي ما انت عايزها. طب يا شيف مغازي، انت حطيت لي مستكه حلوه قوي، محدش سالني. الاطفال والاولاد وانا منهم كنت اشم ريحه الضان اقول ده زفر. هو ريحته كده الضان، خلي بالك ريحته كده زي الجمبري لما بتشويه على الجريلا بيبقى له ريحه، بيبقى ريحه الجمبري كده والفوسفور واليود بتاع البحر. بتقول ايه ده جمبري؟ ايه ده ريحته؟ لا ده هو كده الريحه. لو مش الريحه دي ما يبقاش جمبري. الضاني لو ما فيهوش الريحه ديت ما يبقاش ضاني. شفت حته اللحمه لونها احمر؟ تتاكل نيه زي اخواننا اللبنانيين لما بياكلوا كده الكبيبه النيه او الكبه النيه. تتعمل ازاي دي يا مغازي؟ حته لحمه من عند الجزار لسه مدبوحه سخنه، واحنا عندنا اللحمه لسه طازه. نجيبها هبره من غير اي دهون، حته كده من الفخده ضاني او كندوز زي ما انت عايزه، ولكن يفضل ان هي تكون ضاني من الفخده. ناخدها ما فيهاش اي دهون وتتفرم ناعمه قوي 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 قوي، تبقى ملبن حلو الكلام او كريمي. بنجيب عين جمل نفرمها معاها، معلقه بقسماط نفرمها معاها، ملح وفلفل وورقتين نعناع حلوين اخضر نفرمهم معاها. اصبحت دي الكبه النيه. نقلبها ونحطها في الطبق، بنحط عليها شويه زيت زيتون او بنقدم معاها فجل وسلطه فتوش وتبقى لطيفه. ادي الرغيف الحواوشي بتاعي على السوشيال ميديا. تعالوا بقى نحشي مع بعض الايه العيش كده. معانا صينيه حلوه، اللهم صل على النبي. والله دورت على العيش ده الصبح لقيته. انا لازم اعمل الكميه دي النهارده، واخد اللقمه دي كده. وخلي بالك ما تحشاش جامد، هي لقمه كده تتاكل بق واحد. تاني مع بعض، يلا يلا يا شباب. الرغيف الحواوشي، ميني حواوشي بيسموه. شفت انا بعمل ايه؟ يلا وحطها فوقها على طول عشان تاخد من الايه من الخير بتاعها. عيني. حاضر حاضر. السحبه دي مهمه اهو. حد يصدق ان الخلطه اللي جوه الحواوشي دي مستويه؟ والله العظيم تتاكل نيه اهو. لو حته اللحمه طازه وسخنه تتاكل نيه اهو. حذاري بقى انك تحطي البصل ني في الحواوشي زي ما عملت البمبار كده، سبكت الخلطه بتاعته وحشيت البمبار. حاضر. عينيا بيفكرني بصينيه البطاطس. ابن حلال ابن، كل ده علشان تاكل من الحواوشي؟ ابن حلال. نطلع دي من النار، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مكانها هنا حلو. طلع لك صينيه دلوقتي بتتكلم مصري، طلعها لك هنا. عينيا. لا 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 لا، صلي على الحبيب. قلبك يطيب، هو ده. فطيره يا اخوانا، فطيره فطيره. الف انا وشيفة اللي ياكل منها. تعمل ايه يا شيف؟ بجود حته زبده كده. يا شفت القرمشه دي؟ القرمشه دي زي الفل. تمام، نشتغل مع بعض. يلا مش سامعيني؟ اجيب لي الصوت بتاع البطاطس وهي بتغلي مع اللحمه المفرومه. سوري. الله عليك اهو، هشيلها من هنا خالص اهو زي الفل. حبيبي حبيبي حبيبي. معانا طاسة على النار. حلو، حط اللحمه كده. اتوصف الرغيف؟ والله العظيم انت ابن حق. انا لو كترت اللحمه جوه الرغيف مبقاش له طعم. الرغيف الحواوشي له طعم لما تكون اللحمه قليله في الرغيف عشان يقرمش وتبقى طعم اللقمه مع اللحمه، ما تحسش انك بتاكل برجر. اصل يقول لك ايه الرغيف مفقود؟ لا لا لا، الحواوشي يعني مش بش بعض المحلات يعني بتعزم يعني بلاقي حته اللحمه في قلب الرغيف كاني باكل برجر. انا عايز اكل حواوشي لقمه كده متغمسه لحمه. مع انه قلت لهم فتحوا لي العيش ده عشان احشي على طول، لان عمير بيقول لي الشيف ما بيعرفش يحشي. ده حبيبي عمير، ده حبيبي من زمان. محروم من المنبار، محروم من المنبار، محروم. برضه لا، طب والله العظيم لازم تاكل، لازم تاكلوا من احنا على فكره برضه عشان تعرفوا. كل عام وحضراتكم بخير كفريق عمل يعني. برضه بنقعد العيد اصطبحنا مع بعض، كنا الفته وبنعمل الحواوشي ده وبنفطر مع بعض، ودي حاجه حلوه
لان بيبقى عايز في برضه بتبقى ملاحظات في العمل وكل حاجه، من الاخراج للفنيين للاساتذه المصورين اللي انا بعذرهم الريحه في الاستوديو بصراحه اكتر حد بيتعب معانا. طاسه على النار بنحط شويه زيت وابدا احمر الحواوشي ده. لا دي مش تاخد وقت كتير في السوى، انا مش ماليها. يلا عينيا زي الفل. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. واحده كمان هنا هعمل تركايه دلوقتي والله العظيم هتدعي لي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا نصلي على الحبيب. شوف انا هعمل ايه. يلا شفت التركايه دي. ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هو ده. رشه ميه، قال لك رش الميه بقلاوه، رش الميه على الرغيف الحواوشي يطريه. بالشكل ده كده. خبره السنين. حلو. قالب. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ اللقمه طريت معايا والحته اللحمه تستوي معايا. شفت الحلاوه دي كده؟ يا ويلي. يلا طبق التقديم. فين طبق التقديم؟ اهو. انا دلوقتي هعمل كمان كفته مع حضراتكم. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ حواوشي على طريقه المغازي. الله، مين حواوشي؟ ده الحواوشي البيتي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واللقمه طريه. نعمل شويه كمان، نحط شويه كمان في الطاسه. دول معانا اهو عشان الحبايب تاكل، وزيد من الحبايب احبه. رشه زيت صغيره. حاضر يا فندم. حلو. وننزل ده كده. هو ده. حواوشي النهارده حصريا، واعمل دول كمان. ده الحواوشي ده عدله، يبقى لو انت بتعمليه لوحده كده. صحينا من النوم عايزين نتغدى غدا خفيف كده، الاولاد عايزين يروحوا النادي بسرعه، عايزين نخرج احنا واولادنا، نعمل ايه؟ طبق سلطه خضراء وصحن بطيخ بس. خلي السفره عليها ده بس، صحن سلطه خضراء او سلطه زبادي بالخيار وصحن بطيخ. هتدعي لي. انا ما بحبش على السفره حاجات كتيره. نشيل كل حاجه دي من هنا بقى عشان نوسع، عشان عايزين نعمل كفته مشويه على السيخ. اللهم صل على النبي. ونروق الدنيا كده. حلو. رشه الميه الجريئه، رشه الميه الجريئه. يلا 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 يلا. تركايه. اهي. رش الميه مش عداوه، رش الميه طراوه. حلو قوي. تمام. اللهم صل على النبي. حلو. الكفته انا عملتها، والكفته انا هتكلم عنها قليل جدا لان انتوا شطار فيها، بس احنا طبعا دي ايه عاده يعني حلوه، لازم نعمل كفته مشويه في العيد. طب هتتعمل ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ حالا دلوقتي. منت. الله. الف هنا وشيفة للي ياكل. عندك ماما، كلنا مع السن بيبقى موضوع السنان يعني، وموضوع الهضم، موضوع مضغ الطعام، بنحتاج الحاجه الطريه. حلو، ربنا يدي الصحه لكل الناس. فاللقمه الحواوشي هنا مش ناشف، مش مقرمش، اللقمه طريه ومقرمشه في نفس الوقت. اهي صورني معاها. اهي حواوشي على طريقه المغازي بالمستكه، بحطه هنا. اللهم صل على النبي.